في ايه يا هدي؟ النهارده كده اللي قالت لي وشيت يا ابني، قول الكلام عدل، مش فاهم حاجه. في حد مات ولا ايه؟ مش مهندسه قدير. مالها ماتت؟ يا ريت. امال ايه اللي حصل؟ خطوبتها النهارده. ايه؟ ازاي؟ كلمتها النهارده عشان اطمن عليها اشوفها ما جتش ليه. قالت لي انا مش جايه النهارده عشان النهارده خطوبتي. غريبه قوي، هتتخطب تاني؟ وبعدين خطوبتها على مين؟ عليا. نعم يا اخويا، يعني ايه اتفقتوا على خطوبه وحددتوا ميعاد؟ زي ما سمعت. ايوه، وانت بتتصرف من دماغك ليه؟ ما الخطه كانت ماشيه كويس، ايه اللي خلاك تتكلم في خطوبه اصلا؟ ما بلعبش ببنات الناس. لا محترم، وما قلتليش ليه بقى؟ جت بسرعه. وهتعملوها فين الخطوبه دي ان شاء الله؟ فور سيزونز؟ لا، في بيت العروسه. طب وليه؟ ما كنتوا خدتوا قاعه كده وعملتوا حاجه عليها القيمه. عاملينها على الضيق. ولا انت هدير هي اللي محفظاك الكلام ده؟ اوعى تكون فهمت انك روبوت. هدير ما بتفهمش والله، وحتى لو فهمت دي قتيله. ده ايه الورطه دي؟ طب تعالى اما نشوف هنتصرف ازاي في الورطه اللي انت ورطتنا فيها. ايه الهبل ده؟ ازاي يعني؟ تخيلي، انا مش مصدقه بجد ان هم عملوا كده. بس بقول لك ايه، انت هتروح لوحدك؟ انا ما عنديش اي حاجه البسها. ساره ما تكبريش الموضوع، هي خطوبه بجد يعني، ما تلبسي اي حاجه من عندك. يوسف، انا كل الحاجات اللي عندي ما بقتش تخش فيا. طب البسي من عندي فكره والله، ده حتى الوان هدوم زومبا هتبقى تحفه عليكي. الوان هدوم زومبا ولا مقاسات زومبا؟ يا ستي والله ما قصدي. يلا بقى البسي عشان انت بقيتي بتاخدي وقت طويل قوي في اللبس. تاني يا يوسف بتقولي بتاخدي وقت كتير في اللبس؟ حقك عليا، انا اسف. اتفضلي. ماشي، انا هدور على اي حاجه البسها، وانت يا زومبا روحي جهزي يلا. لا لا لا، زومبا ايه، خلي زومبا هنا، احنا هي ساعه ولا ساعه ونص وهنرجع على طول. يلا البسي انت وانا هروح اتكلم مع العريس. ها هجيب لك البينك يا حبيبي. انت متشيك كمان؟ والله اللي يشوفك يفتكر ان انت عريس بجد. ما انا عريس بجد. لا مش بجد، اقعد يا لذيذ. بص يا عم لذيذ، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. انت عارف ان انا بحبك؟ وانا كمان بحبك. وعارف ان انا بعتبرك واحد من العيلة، وبحبك زي ما بحب سارة والبيبي اللي جاي كمان. حبني اكتر منهم. لا، هو ده اعلى ليفل في الحب. انا اللي عايز اقوله لك ان انا بحبك وافرح لك في الخير. بس انت عارف ان مواضيع الجواز والخطوبة دي مش بتاعتك، لان مواضيع الجواز والخطوبة دي لمين؟ للهبل. هي وجهة نظر تحترم، بس انا قصدي ان موضوع الخطوبة والجواز ده للبني ادمين. يعني انت كده كده مش هينفع تتجوز هدير. الحمد لله. ولا هينفع تتجوز اصلا. بس انا جاي معاك المشوار ده عشان انا مش عايز هدير تفهم ان انت روبوت. هدير ما بتفهمش. بس انت بتفهم. انت اصلا عارف انا ليه لحد دلوقتي ما قلتلهاش ان انت روبوت؟ عشان بتحب تشتغلها. هو ده كان سبب في الاول فعلا، بس دلوقتي انا عندي ثلاث اسباب تانية. اولا ان هدير رغاها ولسانها بره، وهتقعد ترغي في الشركه، ومش بعيد بعد يومين تلاقي مصر كلها عارفه ان انت روبوت، وانا اصلا المفروض ان انا لسه ما بستعملكوش. وثانيا ان سامح زي ما حاول يرشي علاء ممكن جدا يحاول يرشي هدير، وهدير جدعه وتبعنا وكل حاجه، بس انا وانت عارفين ان ممكن 6 جنيه يزغللوا عينيها وتبعنا كلنا. وثالثا بقى ان الواد هادي صعبان عليا عشان هو بيحب هدير وهيموت ويتجوزها، انا مش عارف على ايه، وممكن يجرى له حاجه لو اتجوزت حد تاني. اوكي، حلو قوي. يبقى احنا هنروح المشوار ده ومش عايز اي تجويد، تجاوب بالحاجات اللي انا هحفظها لك بالظبط، واي سؤال ما تعرفش ترد عليه سيبني وانا هتصرف. اتفقنا. ماشي، انا هقوم البس اي حاجه واجي لك على طول. ما تلبسش اي حاجه. اشمعنى؟ البس زيي. انا جاهزه يا يوسف. ايه ده؟ ايه وحش؟ لا لا يا حبيبتي، تحفه ما شاء الله. قمر بجد؟ معلش بقى لذيذ، ساره هتغطي على العروسه النهارده، هتبقى احلى من هدير بكتير. اي حد احلى من هدير.